لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. آخر الواصلين، به يكتمل الشمل الملك سلمان، الملك الهمام الذي يعرف بأعماله وجهوده الخيرة الواسعة، الملك سلمان الذي يسير برفقة ملك همام أيضا وهو جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. الملك سلمان تولى رئاسة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء وغيرها. وقد تولى ورئس وأشرف على العديد من المراكز والمؤسسات الإنسانية، وقد نال خادم الحرمين الشريفين عن جهوده الإنسانية هذه العديد من الأوسمة من دول عدة، منها الخليجية والإقليمية وأيضا العالمية. خادم الحرمين الشريفين الذي حط رحاله هنا بمملكة البحرين بعد زيارة تاريخية يقوم بها، وهي جولة بدأها من دولة الإمارات العربية المتحدة فأتبعها إلى دولة قطر الشقيقة، جولة بلا شك تكتسب أهمية كبرى على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك للدور المحوري والخليجي العربي وما تمثله المملكة من كيان كبير يعمل لمصلحة شعوب دول المجلس، ويسعى كما في هذه الصورة لتعزيز روابط الأخوة التي تتجلى في هذا المشهد وفي هذا التشاور الأخوي الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. حيث يبحث خادم الحرمين الشريفين في جولته التاريخية مع إخوانه أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قضايا الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى حضوره الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون